حاجه كما كتعرف لاكوب دي موند دي كلوب راه تيكونوا فيها تقريبا كاع احسن فرقه اللي كاينين في العالم. دونك حنا عارفين لاكوب دي موند زعما الماتش اللي يكون عندنا الاول مع الهلال ما يكونش ماتش زعما ساهل، ولكن البلوز امبورطون بالنسبه لينا هو تكونسونطرا على الشامبيونا ونكسامن نسالو الشامبيونا ونفكرو في ماتش ديال الهلال ان شاء الله. في اي حارس كيجي للوداد خصو يكون كيوجد راسو باش الا دخل يكون موجود، وتنبغي نشكر مطيع على الاداء اللي قدم مع الفريق، وحنا كاملين خوت ولو بلوز امبورطون هو نبقاو غادي ان شاء الله كرب. ملي غتمشي لاكوب دي موند راه تيكون عندك هذا بيان سور تمشي لابعد نقطه هي الفينال، ولا علاش لا ان شاء الله نديو الكاس. حنا كما قلت دابا نساليو لي ماتش اللي بقاونا في الشامبيونا وغنفكرو ان شاء الله في لاكوب دي موند.